شوفوا بقى يا اخوانا، سيب الاكل سيب الاكل انت وهو. انا اول واحد عرف بموضوع الوليمه دي. حكيم انا كنت موجود هنا يوم الولاده، واول ما الدايه طلعت وقالت ان المولود ولد، انا عرفت على طول ان المولود ولد. لو كانت قالت ان المولود بنت كنت هعرف برضو ان المولود بنت. العموم لو كانت بنت او ولد عرفت انها تبقى فيه وليمه، ومش اي وليمه يا اخوانا، وليمه من الصنف المفتخر. ايوه امال، ما هو ده مش غريب على بيت الجود والكرم. انا حاسس ان في حركه دنيئه بتحصل. ايدك يا اسكندر يا دخين يا ضفس يا دني. انا صحيح اعمى لكن في اللحمه ببقى مفتح قوي. شرفتونا يا جماعه لما جيتكم ديت هنا، احنا متشكرين. متشكرين ايه يا راجل؟ متشكرين ايه؟ ده احنا متشكرين وستين متشكرين. ربنا يبارك لك فيه ويطرح لك فيه البركه ويجعل بيتك دايما عامر. هات لحمه تاني يا واد يا لؤ. انت مش خدت ولا ايه؟ ايه هاخد تاني. هات له تاني يا لؤ، هات له تاني. شرفتونا يا جماعه وعقبال عندكم جميعا. عشت يا ابو الكرم، ربنا يملى بيتك بالبركه كمان وكمان، وتدعي البلد دايما في الفرح. ربنا يخليك يا اسكندر وعقبالك. الله اسكندر بس؟ يعني انا كمان ماليش نفسي اتجوز ولا ايه؟ لا يا سيدي، عقبالك انت كمان، عقبالكم كلكم يا جماعه. ها ايه الاخبار؟ في حد لسه ما اكلش؟ حد لسه ما اكلش؟ دي البلد كلها معزومه، الا ما في حد في منفيس كلها الا وجه، وطبعا الكل لازم ياكل ويشرب مرة واثنين وتلاتة. ايه؟ طب وين انت بس اللي مضايق يا سلوق؟ في ايه؟ ما دام الراجل ربنا موسع عليه ومديله من الخير ياما. وبعدين يا اخي فرحان انه جاب ولد. في ايه يعني لو عدم البلد كلها تهاتة من الحبشة حتى الاسكندرية؟ اصله تعب من السير وتقديم الطلبات للضيوف. يا سلام، وانت ما تعبتش يعني؟ ولا كمان انا اللي اتكلمت؟ ايوه، ما انت معاهم معاهم عليهم عليهم. جرايه يا اخويا، انت هتطلع غربك فيا ولا ايه؟ مع راي المثل ما قدرتش عليه جاي تشطر علياني. بقول لك ايه يا مرقص، ما تجر الشكل مول يعني برضو اللي ما جر شكلك. وبعد لك يا لؤة، وبعد لك يا مرقص، الناس فرحانه يا جدعان. في ايه؟ خير؟
صوتكم جايب لاخر الحوش. لا ابدا يا سيدي، ده احنا حتى كلاتنا فرحانين بولاد سيدي الصغير. امال مالك زعلان ليه يا لؤي؟ ما يا سيدي ربنا يديك كمان وكمان وتعزم الناس في الفرح دايما، بس يعني بعد ما خدمنا على كبارات البلد وعيال منفيس نخدم على الواد كابورة ابن حنفيس وزلقوم ابن ركنيشة ده. حد يقول الكلام ده برضو يا لؤى؟ شوف يا حبيبي، الناس دول هم اللي يستاهلوا الخدمة، لانك يوم ما تخدم حد من الكبار هيجي في يوم وردها لك، لكن يوم ما تخدم اولاد ربنا هتلاقي ربنا يردها لك. صح يا سيدي. ها لسه زعلان؟ حد برضو يزعل في يوم زي ده؟ طيب يلا بقى عشان الضيوف مستنيه الاكل بسرعه كده. حاضر يا سيدي. الا صحيح يا سيدي، انت هتسمي المولود ايه؟ هسميه فيني. النخله يعني؟ ابوه بيقول ان النخله يعني الحب والخير والتسامح، النخله العاليه تتحدف بحجر ترد بتمره حلوه. ما هو لازم يطلع نخله، ان طلع لابوه ولا لامه لازم يكون نخله. على رأيك يعني هو هيجيبه من بره؟ ما دمت تربى في بيت المحبة والكرم والعطف على الفقراء لازم يطلع كريم وابن كرم. مش عارفة يا جماعة أقول لكم إيه، ده بس محبتكم الكبيرة. ربنا يفرح لكم فيه البركة ويديكم على قد محبتكم وحنيتكم على الغلابة. ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي أبي، رسوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأن جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني، عريانا فكسيتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين: يا رب متى رأيناك جائعا فأطعمناك، وعطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فأويناك، أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك. فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم، بما إنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم. وإلهنا المجد الدائم إلى الأبد الآبدين، أمين. يعني ايه الكلام ده يا شوف يا حبيبي، عشان نحب ربنا لازم نحب كل الناس، وعشان نحب الناس نعمل ايه؟ نهتم بالمريض ونعطف على المساكين ونزور المساجين. يعني مساجين؟ المساجين دول يا حبيبي هم الناس اللي فعلوا الشر، فجات الشرطة قبضت عليهم والقاضي حكم عليهم وودوهم لحتة بعيد لوحديهم. هو ربنا عايزنا نحب دولة؟ أيوة يا حبيبي، ربنا عاوزنا نحب كل الناس، عشان كده قال: حبوا عدائكم، باركوا لعينيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ودروا منهم. يعني لو حد زعلني أحبه، ولو حد شتمني برضه أحبه، حتى لو طردني أحبه برضه. أنا بحب كل الناس يا ماما. ربنا يحافظ عليك يا حبيبي ويقدرك على فعل الخير. حاجة لله يا محسنين، أي حاجة لله. الدنيا باين عليها زحمة ولا إيه؟ الله، حاجة لله يا أخوانا، إلهي يعزكم ما يذلكم. حاجة لله يا محسنين. الله، إيه يا جدع أنت؟ مش تفتح؟ أنت باين عليك أعمى. إزيك يا زروم؟ الله، إيه ده؟ عم جرجس؟ لا مؤاخذة يا عم جرجس، العتب على النظر. اتفضل يا زلوم، تعالى اتفضل. انت لاقي تاكل يا راجل؟ حاجه لله يا اخوانا، الهي يعزكم ما يذلكم. وادي قاعده في اليوم اللي مش طالعه له شمس ده، حاجه لله. طب شوفوا بقى، انا هقول لكم اللي هيساعدني ربنا هيكرمه، واللي مش هيساعدني انا بقول اهو يبقى ربنا يسامحه. انا هعمل ايه يعني؟ الظاهر عليا ان انا وقعت في صحراء، مفيش حد عايز يديني حاجه، الناس كلها كحيانه. خد يا عم. الله، ياخد عدوينك يا ابني، ربنا يحنن قلبه عليك. ايه ده؟ ده انت فيني. ايه يا عم، عرفتني منين؟ من كرمك يا ابني، من كرمك ومن طيبتك، من عطفك على راجل عاجز نظر زيي.
انا مش بعتف عليك، الفلوس دي بتاعتك. بتاعتي انا؟ غريبه دي يا فيني، طب فهمهاني. ايوه، الفقر اخوات ربنا، ربنا هو اللي ادانا كل الخير اللي عندنا، وما دمت انت اخوه يبقى ليك حق عندنا. الله الله يا ولا، يا سلام على الكلام الجميل. ربنا يكرمك يا ابني، ربنا يكرمك واشوفك عريس ماله هدومك. الله. اشوفك ازاي؟ عشان ابليس في الجنه، قصدي يشوفوك عريس ماله هدومك. ربنا يكرمك يا ابني. ربنا يكرمك. في حدود 2500 بلح. تقول ايه؟ ادفع نص عمري واعرف انت دايما سرحان في ايه. البلد كلها راحت تحضر المبارزه، وانت قاعد معلق عينيك في النخله وبتفكر، اكيد بتعد فيها كام بلح. شايف يا انس؟ شايف النخل والسماء، شايف السحاب. ايوه صحيح، مش شايف انك انسان غريب شويه يا فيني؟ شويه ايه؟ ده انت غريب قوي. ليه؟ انت مش شاب زينا ولا ايه يا فيني؟ النهارده حنا هيبارز ايليا، وشباب البلد كلها هناك، اللي مراهن على حنا واللي مراهن على ايليا واللي بيشجع الضربه الحلوه، وانت سايب كل دوت وقاعد بتعد في البلح. ايه حكايتك يا فيني؟ دايما قاعد لوحدك وسرحان. انت عارف انا ما كنتش اعرفك كويس، كنت قلت عليك متكبر وما تحبش الناس. ومال حب للناس بحضور حلقات المبارزه؟ مش ممكن احب الناس غير بالشكل ده يا سيدي. بس ايه المانع انك تعيش حياتك؟ انت مش شاب يا اخي. بص يا انس، كل انسان ليه اسلوب اللي بيريحه في حياته. يعني انا مثلا بلاقي نفسي في حياه التامل والخلوه والصلاه. عارف يا فيني انت بتفكرني بمين؟ مين؟ الرهبان الانبا بخوميس اللي اتنايح من كام سنه، والانبا شنوده اللي عايش دلوقتي في وجه قبلي، ده غير الانبا انطونيوس اللي في وجه بحري. ناس عاملين زيك كده بالظبط، سابوا الدنيا وما فيها وراح يقعد في الصحراء. تكونش ناوي تعمل زيهم؟ يا ريت يا يونس، يا ريت. انت بتتكلم بجد؟ قولي لا. فيني انت فعلا فعلا بتفكر في الرهبنه؟ ده انا كنت بهزر. قول يا يونس، طريق الرهبنه ده لسه طويل قوي. لازم الاول اتردد على سكان المغاير والبراري، لازم اتلمز على ايديهم واتعلم منهم واجاهد زيهم، وبعد كده ربنا يختار الصالح. ربنا فانا يا ابني بيختار دايما الصالح، لكن البني ادم بضعفه وقصر نظره وعناده ما بيعرفش ان الصالح اللي اختاره ربنا ده هو صالح فعلا. يعني يا إما تقود السفينة بنفسك وفي الآخر تتحمل النتائج، يا إما تسيب الدفة لربنا وهو يقود السفينة. يعني يا إما تعمل زي يوسف الصديق اللي رغم المشاكل والمضايقات اللي وقع فيها، لكن كان دايما يشكر ربنا ويحمد فضله، وفي الآخر أصبح الرجل الثاني على عرش مصر. يا إما بقى تعمل زي حزقية الملك اللي طلب باختياره أنه يعيش 15 سنة فوق عمره، وبعد كده دفع الثمن، ثمن اختياره هو. لكن إزاي أعرف مشيئة ربنا؟ اللي عليك يا فانا يا ابني أنك تسلم الأمر كله لربنا، وتسيبه هو يدبر أمورك، وتصلي وتصوم، ولما تحب تسمع صوته صلي صلي، وقول زي صموئيل النبي: تكلم يا رب لأن عبدك سامع، تكلم يا رب لأن عبدك سامع. وخليك واثق، خليك واثق إنك هتسمع صوته، صدقني وحيكلمك وتكلمه. عارف ليه؟ لأنه بيحبك أكتر ما أنت بتحب نفسك، ولأنه يهمه أمرك أكتر ما أنت يهمك أمر نفسك. وأعرف منين مقدار حب ربنا؟ اللي بيقول أنا بحب ربنا اللي مش بشوفه، ومش عارف أحب أخويا اللي بشوفه كل يوم، يبقى بيكذب على نفسه. لأنه حبك لربنا هو حبك لكل الناس. الكتاب بيقول يا أبي
لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. ورجع تاني يقول هكذا أحب الله العالم. إزاي أبي العالم يتحب ويتكره؟ كلمة العالم دي لها معاني كتيرة، يعني ممكن تكون الكون كله، وده اللي قال عنها ربنا إن الأم بتفرح بعد الولادة لأنها أنجبت طفل للعالم. وممكن تكون الناس، وده اللي من قبله ربنا بذل ابنه الوحيد. وممكن تكون الشهوات اللي في العالم، وده اللي أمرنا ربنا إن احنا منحبهوش، وده اللي بيسيبه الراهب وبيجي هنا. عارف احنا ما بنسيبش العالم ولا بنسيب الناس، انما نترك الشهوات. ولعلمك في ناس عايشة في العالم الخارجي مع العلمانيين، لكن بيعرفوا ازاي يخلصوا انفسهم. البرية يا بتعمل تسبيحة يا بتصلي، المهم انك مش فاضل حد وخلاص. ايه حكايتك؟ انت اترهبنت خلاص ولا ايه؟ وايه الحبال والمقاطف دي كلها؟ تعال تعال معايا، ده انت ليك قاعدة معايا. تعال معايا. وباجي هنا السوق عشان ابيع المقاطف والحبال اللي بعملها. يعني افهم من كده ان فيني اللي اتولد وفوقه معلقة ذهب بقت شغلته ضفر الحبال وعمل المقاطف؟ صدقني يا يونس، ده عمل جميل بيعلم الصبر والتأمل. فيني انت لسه بتفكر في موضوع الرهبنة؟ ما صرفتش نظر؟ لا بالعكس، انا كل يوم بيزيد حبي واشتياقي للرهبنة اكتر واكتر. عايز تفهمني ان فلوس ضفر الحبال وعمل المقاطف ديت معيشاك سعيد ومش ناقصك حاجة؟ وانا هحتاجها في ايه اصلا؟ تحتاجها في ايه؟ انت غريب قوي يا فيني، غريب. سلام يا عم جميل. سلام ونعمة يا بني يا ابني، انت فين من زمان محدش شايفك؟ لسه في العالم يا عم جرجس. دايما كنت ببعت لك السلام مع عم عازل كان بيشتغل عندكم، لكن كان دايما يقول لي ان هو مشفكش غير كل حين ومين، ومن ساعة ما رقد وانا ما سمعتش عنك. مين اللي رقد؟ انت ما تعرفش؟ ده عم عازل تعبان لي زمن دلوقتي. ياه ده انا بقى مؤثر معاه قوي يا عم جرجس. معلش يا عم جرجس، ممكن بعشرة ملح بس؟ بس كده؟ لحظة واحدة. تفضل ملح. خلي يا سيفيني، ده انتو خيركم غرقنا. معلش عشان خاطري يا عم جرجس، خدهم. ايه ده يا سيفيني ده؟ دي حاجة بسيطة يا عم عازر، معلش انا مقصر في حقك، سامحني. ايه ده كله؟ دي بركة اللي ربنا يبعدها يا عم عازر. خد يا عم عازر دول شوية هدوم للأولاد عشان خاطر العيد. ده كتير قوي يا سيدي. ما تقولش كده يا عم عازر. مال ابنك الكبير فين؟ بطة محبوس قبل جمعة. ليه؟ خير؟ ايه اللي حصل؟ منهم لله اللي مشوه المشي البطال. معلش يا عم عازر، ربنا موجود. انا عارف ان ربنا موجود، وعارف كمان انه بيغفر، بس انا خلاص مبقاش يجوز للرحمة. فرع العود ملوش غير الكسر يا سيفيني، وده اللي حصل.
كان لازم اتكسر واتكسر. ما تخليش اليأس يخفى عنك رحمة ربنا، ما تخليش الشيطان يسرق منك سلامك يا مادة ويحرمك من التوبة. خلي دايما باستمرار قدامك اللص اليمين، هتتأكد ان التوبة ممكنة مادام الانسان عايش حتى لو متعلق على خشبة الصليب. صدقني لو قلتلك اني مش عايز اخرج من السجن بفكر ليل ونهار في نظرة الناس ليه، عارف هيبصولي ازاي، عارف هيعاملوني ازاي. ما تنساش انك انت اللي اديتهم الفرصة دي بالغلط، وانت كمان اللي هتنسها لهم بإذن الله لما تخرج من السجن. حط قدام عينيك انك انت تصلح كل اللي اتكسر، واكيد ربنا هيسامحك وهيساعدك اكيد. فانا يا ابني، ما دام انت اخترت النصيب الصالح يبقى اكيد ربنا هيساعدك، بس خلي بالك انت بقالك سنين رايح جاي على البرية، والبرية رغم ان بركاتها كتيرة قوي لكن حروبها برضو كتير. الحرب للرب يا أبي، هو اللي قال تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. ربنا يقويك. وحتعمل ايه دلوقت؟ هرجع على بلدي منفيس، هخلص أمور هناك وبعدين هرجع تاني هنا على هرموبوليس. ده بعد إذنك يا أبي. ربنا يساعدك ويديلك على قد محبتك. مش شايف انك مستعجل قوي في موضوع البيع ده؟ انا مش عارف انت هتسيب بلدك وتروح على فين. طب على الاقل سيب دار، يوم ما تنزل البلد تلاقي مكان تقعد فيه. ربنا يبارك لك فيها ومتشكر على النصيحة دي. انا خلاص هشتري مراس اكبر في مكان تاني. اللي تشوفه. ويا ترى بقى عاوز المبلغ امتى؟ يا ريت دلوقتي. انت باين عليك مستعجل قوي جدا. خلاص طالما انت شايف مراس ولقطه يبقى انا هديك المبلغ كله دلوقتي، وربنا يقدرني ان ارد جميل من جمالك. كل قنون
فعل الناس لو تربح نار ودمار وهلاك النفوس. اهلا يا فانا يا ابني، تعال اقعد قول لي بقى عملت ايه. صفيت كل حاجه كانت ليا في العالم يا ابي، جاي اعيش بريه اباء القديسين. وصفيت كل مراسك؟ صفيته كله يا ابي وتصرفت فيه، وكتير من الاعيان ادوني فلوس عشان اوزعها على المحتاجين، لكني كنت رافض، لكن قدام اصرارهم وافقت ووزعتها على حسب طلبهم في المدن والقرى. وخطتك ايه دلوقت؟ لو تسمح لي يا ابي، انا ناوي اعيش في المغارة اللي في الجبل الغربي. ياه، المغارة اللي في الجبل الغربي؟ بس دي مغارة صعبة جدا، ما بيدخلهاش النور، وبعيدة عن ابار المية اللي بيشربوا منها الرهبان. ربنا هيساعدني يا ابي وينور لي ظلمة حياتي. فانا يا ابني، ما تبصش دلوقتي لان سنك 22 سنة ولسه صغير، لا، بص لقدام. بعدين المغارة دي صعبة جدا. صلي لي يا ابي ويريد تسمح لي ان انا اخذ البركة دي. فانا يا ابني، ربنا يدي لك حسب ايمانك. لحظة واحدة. من هنا ورايح ده هيكون لبسك، وربنا يقويك ويديلك حسب إيمانك. وعملت شعبك في الصحراء يا رب 40 سنة من غير ما حتى تتقطع سيول رجليهم. قادر يا رب تعيني من الضعيف. انت يا رب اخرجت شعبك يا رب المية من الصخرة. قادر يا رب تنمي من بعطش. انت يا رب نورت لهم الزلة بعمود النعيم. قادر يا رب تنور لزلمة حياتي وجهلي. لأنك يا رب بنتكل على وعدك، لأنك يا رب في كل وقت أنت الكفاية ووسط كل الصحراء أنك مش هتخرج لخير جدك. لكن مغارة الجبل الغربي دي ما بيدخلهاش النور، ده غير إنها بعيدة جدا عن الآبار، أكيد هيتعب ومش هيقدر يستحمل. مش كان احسن يا ابي لو كنت نصحته يختار مغارة تانية؟ نصحته يا ابني، لكن هو اللي اختارها بنفسه. لكن انا واثق ان فانا ربنا حيديله حسب ايمانه. ايوه يا ابي، لكن ده لسه شاب صغير، غير انه طول عمره عايش في بقه معلقة دهب، صعب يعرف مرة واحدة يعيش في مكان زي ده. بصراحة انا خاف انها تكون سبب في تركه للرهبان. ما تخافش، فانا انسان قوي بمحبته لربنا. أما حكاية ثروته الكبيرة دي بقى، فهو كان عايش في تقشف وانسحاق. أما بقى من ناحية المغارة، فأنا عارف إنها صعبة جدا عليه، ما فيهاش نور وبعيدة عن المية. لكن أنا واثق إن ربنا حيوقف معاه، واثق كمان إن فانا قوي. المهم إن إحنا نصلي من أجله، ونصلي عشان ربنا يمدله إيده. مديتك يا رب الحنين.
خدها يا ما مكان سكنك بنفسك، لانك يا رب عارف اني مفيش لا مكان ولا حزن ولا رجاء غيرك انت يا رب يسوع. سلام يا عمي. سلام. على فين ان شاء الله؟ المايه اللي عندي خلصت، وهديني رايح حامله مايه من البير. انت ما سمعتش يا ابي عن عين المايه اللي نبعت في الجبل الغربي؟ المايه في الجبل الغربي؟ ايوه، في راعب اسمه فانا سكن في المغاره اللي هناك، ومن ساعتها نبعت العين دي قدام مدخل المغاره. المسجد الكرب ده كان راجل قديس، ده انسان كان غني جدا في العالم، ترك كل شيء وسكن في البرية وعاش في المغارة لوحده في حياة جهاد وتذليل الجسد. وكيف يا ابوي كيف سكن في المغارة دي لوحده؟ هو رغم حبه الشديد لكل الناس، لكن محب الحياة الوحدة والخلوة، وده اللي خلاه احتفل ظلمة المغارة. ربنا يبارك يا ابونا ويعيننا احنا كمان في جهادنا. أغابي يا أبي، أغابي يا أبي، تفضل. أنا آسف أبي على تطفلي وانقطع لي خلوتك، لكن اللي شجعني أنا سمعت عن محبتك للجميع وأملي إن أخذ بركتك. ده أنا يا أبي اللي أخذ بركة. تفضل تفضل. يا ريت يا أبي، يا ريت يا أبي تديني كلمة منفعة. المحبة يا أبي،
المحبة هي أصل كل الفضائل. السيد المسيح لما سألوه عن الوصية الأولى والعظمى قال المحبة. ولما رب المجد جه يوسف نفسه قال الله محبة. ولما جه يوصي تلاميذه قال لهم هذه هي وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. ولما جه طلب من الإنسان قال له يا ابني أعطني قلبك. محبة يا أحبائي هي الوصية اللي ممكن تلخص بيها كل الوصايا. حب الرب إلهك من كل قلبك، من كل فكرك، من كل قدرتك. حب قريبك نفسك. أغاب يا أبي، أغاب. فضل يا أبي. تفضل يا أبي. إيه دول؟ دول شوية حاجات بسيطة يا أبي لأجل الجسد. ده كتير قوي يا أبي، كل يوم بتجيلي معك أكل وشرب، ده غير اهتمامك المستمر بالصلاة لأجلي. مش عارف أقولك إيه. ربنا يعوض تعب محبتك، لكن المشوار كبير عليك، وخصوصا اني سمعت الموضوع. ألم ظهرك؟ لا ألم ولا حاجة يا أبي. وبعدين دي بركة كبيرة ان انا اجي واقعد معاك يا أبي، وكمان علشان اخد كلمة منفعة لأجل خلاص نفسي. ربنا هو اللي يباركك فعلا يا فانا. انت مثل حي للمسيح له المجد اللي كان بيقول يصنع خير. وبسبب محبتك العظيمة دي تراب المئات أصبحت البرية سما تانية تتسبح فيها، تتسبح باستمرار. ربنا يباركك ويتم عليك نعمته. أغابي يا إفرام. أغابي، اتأخرت قوي يا أبي وأنا قلقت قوي عليك. يا ابني ما تقلقش عليا، اللي يريده ربنا هيكون. أنا مش عارف أقولك إيه يا أبي. خير يا إفرام؟ أنا طبعا يا أبي مش عاوز أحرمك من البركة ولا أعطلك عن جهادك، لكن أنا عارف يا إفرام أنت عاوز تقول إيه وحرد عليك. يا ابني اطلع يا إفرام برا، هات تلات حجارة وارميهم في عين المية اللي قدام المغارة، وتعالى يا ابني قول لي ايه اللي هيحصل. حاضر يا ابي. الصليب. ايه ده؟ ده حجر عين فوق وش المية. هاي يا إفرام يا ابني ايه اللي حصل؟ الحجر عين فوق وش المية يا ابي. وتعبت قد ايه؟ تعب بسيط قوي يا ابي. انا عارف يا ابني انه تعب بسيط،
لكن حتى التعب البسيط ده ربنا مش هينساه وهيجازيك عليه لاجل طاعتك. فهمت يا ابني؟ فهمت يا ابي. صدقني يا ابرام يا ابني، مفيش تعب يضيع عند ربنا اجره ابدا. وزي ما الميه شالت الحجر، ربنا كمان بيشيل عننا اتعابنا. مش هو ده اللي كان شغلك؟ اخطيت يا ابي، انا فعلا لما شفت جهادك استعجبت، قلت ازاي انسان يقلل اكله بالشكل ده، في الشتاء يصوم يومين يومين، وفي الصيف كل عشية ياكل بلح ناشف ومية وعيش، ده غير 300 مطانة بالنهار و 300 مطانة بالليل. بصراحة قلت ازاي بني ادم يقدر يعمل كل ده، لكن دلوقتي فهمت يا ابي ان المحبة تحتمل كل شيء. غابي يا ابني، غابي يا متى يا ابني، اتفضل 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 يا ابني. ايه ده يا متى ده؟ ده طبيخ وشوية فاكهة، حاجة مش على قد المقام يعني. كنت جاي لك يا ابني عشان تصلي لمريم بنتي، لحسن دي رحب وجيحها لي جنبي. مالك يا مريم؟ لا وجيان يا ابني يا فوري، ربنا هو الشافي يا حبيبتي. ها ودلوقتي حاسه بايه؟ الوضع الفطرة رايح خالص يا فوري. اشكري ربنا يا حبيبتي. بعد اذنك يعني افرح امها. بعد اذنك يعني. على فين يا ابني؟ في ناس يا ابني غيرنا محتاجة الحاجات دي. يا عم هم 1000 دينار وانا فلوسي جاهزة. خلاص الله يبارك لك، من بدري تجيب العمال معاك وتدفع وتشيل. هو ما ينفعش ادفع واشيل دلوقتي؟ بس النهار راح والشمس هتغيب وكل الشايلين روح. ولو اني كنت عايز اسافر الليله دي، بس اقول لك ما جاتش من ليله. طيب انا هروح اشوف مكان ابيت فيه، ومن بكره الصبح بدري هتلاقيني عندك هنا. تؤمر بحاجه؟ لا متشكر، ومن بدري هكون في انتظارك. طيب سلام. سلام ونعمل. لو سمحت. نعم. ما تعرفيش مكان ابيت فيه الليله دي؟ انت غريب عن البلد دي ولا ايه؟ اصل انا تاجر وجاي اشتري بضاعه ومسافر الصبح بدري، يا ريت لو تشوف لي مكان ابيت فيه، ويا ريت يكون امان بعيد عن عينين الحراميه وقطاع الطرق. طب تعالى معايا، انت النهارده ضيفي. ربنا يخليك، ده جميل مش هنساهولك ابدا. ليه بس التعب ده؟ ملوش لزوم، ده كفايه ان انت استضفتني في بيتك واكرمتني. ازاي بقى يا راجل، ده انت ضيفي بالهنا والشفا. الخمر ده من اجود انواع الخمور، اشرب. متشكر متشكر قوي. Thank you.
باسم الصليب. ايه ده؟ باسم الصليب؟ ايه ده؟ في ايه؟ قتيل. قتيل؟ غابي. ايه ده؟ غابي، احنا لقينا القتيل ده قدام قلايتك. ايه الحكاية؟ قتيل قدام قلايتي انا؟ مين ده؟ انا معرفش اي حاجة الموضوع ده. يعني ايه؟ هو قتل نفسه ولا جه مقتول جاهز؟ انا مشوفتش الراجل ده قبل كده خالص، ومعرفش اي حاجة الموضوع ده. خلاص، نبعت نجيب أزوزانا وهو اللي يقول لنا الحقيقة. انا هروح له. طب حاول تفتكر، انت مشفتهوش قبل كده؟ ابدا صدقني، ما حسيتش انك سمعت صوت خناقه او اي حاجه وانت في قرايتك. صدقوني يا بقي، انا ما حسيتش باي حاجه غريبه خالص، وما اعرفش اي حاجه الموضوع ده. غاب يا ابي. غاب يا ابي. ايه الحكايه؟ صدقني يا ابي، انا ما اعرفش اي حاجه الموضوع ده خالص. تقدر يا قتيل تقول لنا مين اللي قتلك؟ يا ابي هروح امسك القاتل واسلمه للقاضي. وانا بعد اذنك يا ابي هروح معاه، وانا هاخد منه الذهب ابعته لاولاد القتيل. بعد اذنك يا ابي. استنى يا ابرام يا ابني، هبعت معاك رساله تعزيه لاولاده، ربنا يعوضك يا ابني توصلها لهم. حاضر يا ابي. دلوقتي اسم ربي والهي يسوع المسيح ارتجع بسلام ليوم الدينونه. كبيرة يا أبا فانا. البركة لينا احنا يا أبي، انت اللي بتعمل القداسات وبتناولنا من الأسرار، وهي دي البركة الكبيرة. انا كمان باخد بركة القداس والأسرار معاكم يا أبي، يعني البركة للكل. وبعدين هنجيب أكل لكل الناس دول منين؟ أبا فانا ما بسيبش في قليته أكل يكفي، بوزعه كله أول بأول. طب أنا هتصرف ازاي دلوقتي؟ معلش يا برام يا ابني، ادخل القلاية جوه هتلاقي خبز، هات وتعالى يا ابني. حاضر يا ابي. هما دول هيكفوا مين ولا مين بس؟ اتفضلوا، وانا اجيب لكم مية عشان تشربوا. ما تكمل اكلك يا ابونا. الحمد لله اكلنا كلنا وشبعنا يا ابي. معلش يا ابرام يا ابني، شيل الاكل الزياده. اخطيت يا ابي. سلامتك يا ابونا.
خير؟ دماغك بتألمك؟ طب انا هجيب لك عفافانة. سلامتك. ربنا هيشفيك. انت الشافي يا رب، انت الغافر يا رب. ربنا شفاك يا ابني، احفظه وما تغلطش تاني لألا يكون لك أشر. أنا خلاص تبت، صلي لأجلي يا أبي. أنا ابني اللي محتاج صلواتك. ربنا يا أولادي خلق آدم بلا خطية، يعني ما فيهوش فساد، وكان عايش مع حواء في الفردوس زي الأطفال الأبرياء، وكان بيأكلوا من شجر الجنة، وكان مليهم نور الحياة، وكانت طهارته هي سبب لحياته الأبدية. لكن لما عرف الشر وكسر الوصية الإلهية، انجذب لشهوته وفقد طهارته، وبقى عارف للخير والشر، وهربت منه روح طفولته البريئة. عشان كده يا ولادي، لو الإنسان قدر يرجع طهارته الأولى هترجع له روح الله، ويرجع للملكوت من تاني. لأن اللي بيسعى للطهارة وبيثبت فيها بيوصل لمدينة الأبكار، للي حفظوا طهارتهم وما تنجسوش بأهواء الجسد. انتوا جايبيني هنا ليه؟ انا مش عايز اقعد هنا. سواني سواني سواني. خيروا من نفسه دايما يعور نفسه ويكسر كل حاجه حواليه. سلامتك مالي. اغرد عني، لو قربت مني اضربك، لو قربت مني اضربك. ايها الاله القادر على كل شيء، خلص عبدك من شباك هذا الشرير، لانك وحدك القادر. لك الملك والقوه والمجد الى الابد، امين. الأربعين المقدسة دي يا ابني هي أقدس أيام السنة، فيها بيتعزى الإنسان، أو زي ما بيقولوا هي خزين السنة، وفيها بيتلذذ الإنسان بالخدمة. طيب يا أبي، أنهي أفضل، خدمة توزيع صدقات وأعمال الرحمة، ولا النسك والزهد؟ النسك يا ابني، النسك هو أعلى أعمال الرحمة. إزاي يا أبي؟ لأن الناسك العابد يا ابني ممكن في حياة النسك والجهاد إنه يطلب بركة كبيرة من ربنا لكل الجيل، ويقدم أعظم أعمال الرحمة، وهو رافع إيديه للصلاة لأجلهم. قد كده الصلاة مهمة جدا في الجهاد يا أبي. طبعا يا ابني،
لأن الصلاة أنت بتكلم فيها ربنا بشخصه. بس تخلي بالك يا إبرام يا ابني، إن الصلاة لو طلعت من العقل بس ممكن تولد كبرياء. طب أنت استفدت من جهادك في العالم قبل الرهبنة كتير يا أبي. شوف يا ابني، الجهاد في بداية الطريق، في الصلاة والصوم والعبادة وخدمة المحتاجين، وهي دي الخميرة اللي بتخمر العجين، وهي برضو اللي على أساسها بيبني الراهب حياته بعد كده. احنا في عندنا عيش يا فرام. ايوه يا ابي. طيب يا ابني، حتى حته عيش وشويه ملح. حاضر يا ابي. اتفضل يا ابي. متشكر يا ابني. خير يا فران؟ عاوز تقول ايه يا ابني؟ ليه يا ابي؟ رغم انك بتصوم الاربعين المقدسة كلها من غير اكل خالص، بتفطر على الاكل يسير كده اخر ثلاث ايام منها. يا ابني، السيد المسيح اللي صام الاربعين يوم من غير احتياج، واللي صاموهم زيه تمام موسى وإليا، اكون مين انا المسكين يا ابني اللي تساوى بدول؟ ده أنا إنسان ضعيف يا ابني. أغاب يا أبونا. يا أبونا مالك؟ خير؟ في إيه؟ المجاعة حلت على البلد يا أبي. الناس في الشارع مش لاقيين حاجة ياكلوها. الناس في أسيوط بتموت من الجوع قدامي. المطر وقف والأرض جفت والزرع مات. رب يسوع، ولادك في مجاعة يا رب، مين غيرك يعانهم؟ مين غيرك يهتم بيهم يا رب؟ مين غيرك يشفعهم ويسمع صراخهم يا رب يسوع؟ انت لوحدك الملجأ يا رب، انت لوحدك تغني يا رب، اتصرف انت يا رب. فإن الرب أرسلني إليك، فانطلق إلى مدينة أسيوط وعود سائر أهلها، فإن الرب يعرف كيف يعود سائر العالم ويدبر أمر خليقته. مين لي أنا المسكين اليوم بي أهل المدينة؟ إزاي وأنا ما أقدرش أقول شخص واحد بس، وخصوصا في المجاعة دي؟ اغفر لي يا سيد. لم تقدر أن تعود نفسا واحدة ولا نفسك أيضا، لكن الله يعرف خليقته. حتى لو كانت كرامة البحر وهو سمح بالمجاعة لتأديبهم ولمنفعتهم، فاذهب إلى هناك. لأنك لا تعرف المستحيل، ولأنك وعدت يا سيدي.
فاكرين عصر القديسين انتهى خلاص. عدلنا في اخر القرن الرابع للميلاد ولسه في قديسين. ما لو القديسين خلصوه يبقى اقول على الدنيا السلام. معاك حق. ده مسافة ما رفع ايده للسماء وصلى. حل الخير على البلد من تاني. ولا كان المجاعة مرت عليهم من اصل. ده غير معجزة الشفاء الكتير. ولا خد ياض. شوف الواد وشقاوته. يا راجل سيبه هيروح فين يعني؟ ده جن مصور. وبعدين هذيك شايف الناس ياما مستنيه ابو فانا لما يطلع من قلايته. انا خايف لحسن الواد يتوه. ما عرفش اعتر عليه في الزحمة. أيها الرب الإله، يا معطي الحياة لكل ذي جسد، يا من دست الموت وقهرت سلطانه، يا من وعدت بقبول كل ما نطلبه باسمك، نؤمن يا سيد فأعن هذا الإيمان. قوم يا ابني. مالك يا أبي؟ خير؟ في ايه؟ الملك سؤدوسيوس العظيم تنيح. معقول؟ ده هو اللي رفض الهراطقة، أبعد الوثنيين
وأولاده واحد أرجوسي والتاني شرير، وهم أكيد اللي هيملكوا من بعده. وإمتى ده حصل يا أبي؟ النهاردة يا ابني. النهاردة؟ معقول الخبر يكون وصل هنا بالسرعة دي؟ إزاي؟ أنت متأكد يا أبي؟ سمعت خبر الملك سيريسيوس؟ ماله؟ مات. معقول الكلام ده؟ أيوه، ده خبر ملا بلد، ده كل اللي جاي من بلاط بيأكد الكلام ده. طب ما تعرفش الكلام ده حصل إمتى بالتحديد؟ حصل بالظبط يوم 19 يناير. 19 يناير؟ ده نفس اليوم اللي عارف فيه عفافانا. بتقول حاجة يا أخ؟ لا لا لا، متشكر جدا، بعد إذنك. السلام. عفافانا تعبان جدا دلوقتي، مش قادر يقوم من على الحيطة اللي بتسند عليها وينام. 18 سنة دلوقتي وهو مش قادر ينام زي كل الناس من تقوص ظهره، والغريب انه مش قادر يريح نفسه. الود ود يدور على كل الالالي والمنشوبيات زي عادته. ربنا يديله الصحة. عفافانا ده بركة كبيرة قوي، ربنا يشفيه ويرحمه الألم. انا مش قادر ادخل المغارة واشوفه وهو بالشكل ده. ربنا يرحمه ويرحمنا وساعدنا على التمثل بيه. اسمه فيني وهو حقيقي نخلة. قد جاء التلج هذا الحسن، واليوم أريحك من أتعاب هذا العالم وأدخلك إلى مساكن الفرحين في أورشليم السماء. يفرام يا يفرام. نعم يا أبي. المسيح تعاني وهيريحني. روحي بعت لابونا عشان يعمل قداس ونتناول من الأسرار. حاضر يا أبي. الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة عطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام الرب يكون مع جميعكم. بركون يا باي الأطهار وقبلني يا إلهي، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك.